نخش بقى شوية على الجلوبال الومينيشن. الجلوبال الومينيشن بيتظبط في الفي راي من التاب اللي اسمه جي اي. هنا في الكورونا بيتظبط من جزء اسمه بيرفورمانس، هو بالظبط نفس اللي الجي اي في الفي راي بيعمله. هنا الجي اي بيظبط الجلوبال الومينيشن، هنا البرفورمانس بيظبط الجلوبال الومينيشن. زي ما قلنا الفيديو ده ومجموعه الفيديوهات اللي في الاول، معلش انا عمال اعيد تاني كذا مره عشان بس ما حدش يسالني في الحته دي. الفيديو ده ومجموعه الفيديوهات اللي في الاول بتخاطب شويه الناس اللي فاهمه في غي، اللي هم اعتقد يعني معظم اللي حاضرين الكورس وعايزين ان هم يفهموا الكورونا، عشان كده احنا بنعمل المقارنات دي. لو حضرتك حاسس انك لو انت مش مستخدم في غي قبل كده وحاسس انك تايه شويه وعمالين نقول مصطلحات كتير، مش مشكله، كل ده احنا هنشرحه في الكورس بالتفصيل الممل جدا. وزي ما قلنا مش هنفترض خبره سابقه في الفي راي، بعد كده هنشرح الكورونا بالتفصيل واحده واحده، تمام؟ فخليك بس معانا في خلال الكورس، وان شاء الله كل المصطلحات اللي احنا بنقولها دي بنهايه الكورس هتبقى مفهومه ومفهومه كويس جدا. طيب بالنسبه للجلوبال الومينيشن، زي ما قلنا هنا الجزء بتاع الجلوبال الومينيشن موجود، هنا هو بالظبط بس اسمه بيرفورمانس، تمام؟ هنا برضو لاحظوا ان هنا السيتنجز بتاعت الموضوع قليله شويه، شايفين محدوده جدا خلاص. تقريبا كل ما هو موجود عندي في الجي اي متكرر برضه هنا، بس الاسماء مختلفه شويه. يعني هنا اسمه برايمري انجن وسكندري انجن، هنا اسمه برايمري سولفر وسكندري سولفر، بس هي نفس الكونسيبت، برايمري سكندري برايمري سكندري، برايمري انجن سكندري انجن، برايمري سولفر سكندري سولفر، نفس الكونسيبت بالظبط. هنا البرايمري في الفي راي بيبقى مظبوط دايما على حاجه اسمها بروت فورس، نفس الكونسبت بالظبط بتاع البروت فورس بيتطبق هنا في الكورونا في حاجه اسمها الباث تريسنج، تمام؟ نفس الكونسبت بتاع البروت فورس هو بالظبط هنا الباث تريسنج. والسكندري انجن في الفي راي بيبقى دايما مظبوط باي ديفولت على اللايت كاش، صح كده؟ هنا برضو نفس الكونسبت بالظبط بتاع اللايت كاش موجود في حاجه اسمها يو اتش دي كاش، هي بالظبط تقريبا بنفس الكونسبت. دول النظامين اللي الكورونا بيشتغل بيهم، الباث تريسنج دايما في البرايمري، مفيش سكندري، مفيش كاش في البرايمري، وهنا ممكن استخدم الاثنين سواء الباث تريسنج او اليو اتش دي كاش، تمام؟ وعاده زي ما في الفي راي عاده بيبقى مظبوط دايما، او يعني عشان نوصل لكواليتي كويسه بنستخدم بروت فورس ولايت كاش، هنا برضه بنستخدم باث تريسنج ويو اتش دي كاش، تمام؟ الفرق بس ان الفي راي معظم الناس ما بتشتغلش بالبروت فورس، ليه؟ عشان الوقت، بياخد وقت طويل جدا في عمل الريندر. فمعظم الناس بتشتغل بالاريديانس ماب، صح كده؟ معظم الناس بتشتغل بالاريديانس ماب ليه؟ علشان التايم ما بياخدش وقت طويل في عمل الريندرنج، على عكس البروت فورس اللي بيطول جدا في الوقت. ودي حاجه احنا قلناها من الموجوده في الفي راي، ان هو اقدر ان انا اكستمايز السيتنجز بتاعته عشان اوصل لريندر سريع، على عكس الكورونا اللي هو بيديني دايما نتائج قويه بس الريندر بتاعه ما يعتبرش سريع قوي زي الفي راي. الفي راي يعتبر اسرع، تقدر ان انت عن طريق الاريديانس ماب تعمل ريندرنج اسرع من الباث تريسنج، تمام؟ طيب فده كده اوفر فيو سريع. هنا بس هناخد بالنا ان احنا لو فتحنا السيتنجز كده عملنا اوبن اول، برضو هنحتاج ان احنا نسكرول كده كتير تحت عشان اشوف كميه سيتنجز كتيره قوي، تمام؟ هنا الموضوع مختزل ويعني بسيط جدا، ما فيهوش سيتنجز كتيره قوي، تمام؟ الايمج سام الريديانس ماب لوحدها، لو بصينا على السيتنجز بتاعت الريديانس لوحدها، لو قفلنا كده كل حاجه الا الريديانس، كل دي السيتنجز بتاعت الريديانس ماب، تمام؟ ولو ما خليتهاش بريست، خليتها مثلا كاستم، هتلاقي ان في كل حاجه تقريبا كان معمول لها جراي اتفتحت. ولو خليتها مثلا هنا انيميشن انيميشن مثلا ريندرنج ولا حاجه، تمام، هتلاقي ان كل السيتنجز هنا مفتوحه تقريبا خلاص اهو بالديتيل انهانسمنت مثلا. ومحتاج ان انت تفهم سيتنجز كتير قوي عشان تظبط الريديانس ماب بتاعتك مظبوطه. لكن هنا البرفورمانس بتاعي بيعتمد على اربعه بارامتر اساسيين، هم دول بس اللي انا محتاج ان انا افهمهم في الكورونا، اهم اربعه بارامتر اساسيين، تمام، في السامبلنج، وبارامتر واحد بس في اليو اتش دي كاش اللي هو البرسيجن. يعني في خمسه بارامتر او سته بارامتر بكتير، لو فهمناهم هم دول كلهم بتوع البرفورمانس خلاص. لكن هنا الاريديانت ماب لوحده في فوق مثلا ال 15 20 بارامتر
محتاج ان انت تفهمهم، غير بقى اللايت كاش، غير الكوستكس، غير الجلوبال الومنيشن. الموضوع معقد شويه زي ما قلنا، بارامترز كتير فبتديك اوبشنز كتير، بس في المقابل بتلخبطك شويه وبتحتاج ان انت كيرف التعليم بتاعها طويل شويه. الكورونا العكس، بارامترز قليله تديك كنترول قليل، بس في المقابل بتشتغل بطريقه اسرع، يعني بتظبط المشهد بتاعك اسرع، بس نتيجه ان مفيش كاستمايزيشنز عاليه البرودكشن بتاعك بيبقى ابطا شويه، يعني الرندره نفسها بتبقى ابطا شويه من هنا اهو. تمام. طيب نشوف كده شويه السيميلاريتيز ما بين الاثنين. في مثلا هنا عندي حاجه اسمها جي اي فيرسس اي اي بالانس، شايفينها من في السامبلينج موجوده، جي اي فيرسس اي اي بالانس. هنا مثلا دي موجوده فين في الفي راي؟ هنا في الفي راي موجوده بس مش موجوده في الجي اي، موجوده جوه موجوده جوه الايمج سامبلر هنا. تمام. حاجه اسمها المينيمم شيدنج ريت، شايفينها المينيمم شيدنج ريت دي بتتحكم في ايه في الفي راي؟ بتتحكم في عدد الاشعه بتاع الاي اي اللي هو الايمج الانتي اليسنج في مقابل عدد الاشعه بتاع الافكتس الثانيه زي الجلوسي ريفلكشنز والجلوبال الومنيشن والاريا شادوز. تمام. كل ما تزودها كل ما تزودها ده بيحسن الكواليتي بتاعت الجلوسي ريفلكشنز والجلوبال الومنيشن والاريا شادوز، من غير ما تضطر انك تعلي الكواليتي بتاعت الايمج سامبلر او الانتي اليسنج. فهمنا الفكره؟ الفي راي كان زمان معظم الناس لو يعني لو مش بيشتغل بالشيدنج ريت كان عايز يعلي الكواليتي بتاعت الجلوسي ريفلكشنز والجلوبال الومنيشن والاريا شادو، فكان بيقعد يعلي في الايمج سامبلر. فهم حطوا المينيمم شيدنج ريت دي بحيث تقدر ان انت تعلي الكواليتي بتاعت الجلوسي افكتس من غير ما تعلي الايمج سامبلر لو انت عايز. فهمنا الفكره؟ يعني بغض النظر عن معنى البارامتر ايه او كده، ده مش كورس في غي، بس يعني البارامتر ده هو هنا بالظبط تقريبا بنفس الكونسبت، جي اي فيرسس اي اي بالانس، حتى هنا مسمينه اسم اوضح شويه، يعني هنا كان اسمه مينيمم شيدنج ريت فالناس مش فاهمين هو بيعمل ايه، لكن هنا اسمه جي اي فيرسس اي اي بالانس، يعني البارامتر ده بيتحكم في البالانس بتاع اشعه الجي اي في مقابل اشعه الاي اي. فهمنا الفكره؟ طيب في مثلا هنا بارامتر تاني اسمه ماكسيمم سامبل انتنسيتي، شايفينه ماكسيمم سامبل انتنسيتي، هنا تقريبا موجود برضو جوه الجلوبال سويتشز على ما اعتقد. جوه الجلوبال سويتشز هنا اهو اسمه ماكسيمم ري انتنسيتي اهو، هو هتلاحظوا حتى ان نفس القيمه بتاعتهم بالظبط، ده 20.0 ده 20.0 تقريبا، ماكسيمم سامبل انتنسيتي. تمام. ماكسيمم ري انتنسيتي تقريبا هو نفس المصطلح بالظبط. تمام. هنا هتلاحظوا ان في بارامترز موجوده جوه الكورونا موجوده في الفي ري جوه الجلوبال سويتشز. ليه موجوده جوه الجلوبال سويتشز؟ الكورونا دايما الفلسفه بتاعته ان هو بيشتغل جلوبالي، يعني لما يعوز يعدل في الكواليتي ماتيريال بيحسن الماتيريال كلها، لما يعوز يعدل حاجه في اللايتنج بيعدل في اللايتنج كله. فهمنا الفكره؟ يعني دايما التعديلات في الكورونا جلوبال، عشان كده البارامتر موجود هنا على طول، لان البارامتر ده انت هتغيره مره واحده هيغير المشهد كله، لكن الفي راي دايما بيعتمد انك بتغير الحاجات الانديفيديوال، بتغير لايت لايت، بتغير ماتيريال ماتيريال، بتغير كاميرا كاميرا، بتغير الحاجات في حد ذاتها لوحدها. لو عايز تغير جلوبال بتخش جوه الجلوبال سويتشز، عشان كده هو هنا حاطط لك البارامتر ده جوه الجلوبال سويتشز على اساس ان انت لو غيرته خلي بالك انت هتغير المشهد كله، لكن هنا في الكورونا هو حاططه لك على طول جوه البرفورمانس على اساس ان في الطبيعي في الكورونا ان انت اصلا بتغير المشهد كله. فهمنا الفكره؟ ما بتركزش على حاجه، يعني ما بتركزش على ماتيريال بعينها او لايتنج بعينه، انت اصلا بتغير كل حاجه مره واحده. فهمنا الفكره؟ ده برضه اختلاف فلسفه شويه ما بين الفي راي والكورونا، الفي راي دايما بيغير الاوبجكتس بشكل منفصل والماتيريالز بشكل منفصل، لكن هنا دايما التغييرات جلوبال مره واحده على طول. بنفس الكونسبت بالظبط برضه في هنا حاجه اسمها ماكسيمم ري ديبث، شايفينها؟ هنا برضه نفس الفكره بالظبط موجوده، الماكسيمم ري ديبث اللي هنا في الكورونا جوه الجلوبال سويتشز هنا حاجه اسمها اوفر رايد ديبث افتكر، اهي اوفر رايد ديبث. لاحظوا ان الاسماء قريبه قوي يا جماعه، يعني ممكن انت بسهوله تعرف مين فين هنا هنا على طول. تمام. يعني هنا ماكسيمم ري انتنسيتي، تمام، هنا كان اسمها ماكسيمم
ماكسيمم سامبل انتنسيتي، ماكسيمم راي انتنسيتي، ماكسيمم راي ديبث، اوفر راي ديبث. الاسماء قريبه جدا، فهمنا الفكره. هنا برضو نفس الفكره، البارامتر ده موجود بره على اساس ان هو هيغير كل المشهد على طول، ودي الطريقه اللي كورونا بيشتغل بيها. هنا الفير البارامتر ده موجود جوه الجلوبال سويتشز، لان انت ما بتغيروش الا لما تعوز تغير المشهد جلوبالي، ودي مش الطريقه اللي الفي راي بيشتغل بيها. الفي راي دايما بيشتغل انك بتغير الحاجات المنفصله، مش بتغير المشهد على بعضه، عشان كده هو بيشتغل بفكره اسرع شويه من الكورونا، فهمنا الفكره. يبقى ده بالنسبه لي الاوفرايد ديبث، والاوفرايد ديبث هنا اللي هي الماكسيمم راي ديبث هنا. بعد كده في بعد كده النوع الثاني هنا اللي هو اليو اتش دي كاش، اللي هو زي ما قلنا هنا اسمه لايت كاش. برضه حتى اللايت كاش هنا بصوا كميه البارامترز اللي فيه كتير جدا. هنا انت ما عندكش في اليو اتش دي كاش اي حاجه اصلا غير هي البرسيجن بس، جاست البرسيجن. علي البرسيجن، زود الكواليتي، قلل البرسيجن، تقلل الكواليتي. والكورونا احد برضه الحاجات الظريفه فيه جدا، ان انت حتى لو ما لعبتش خالص في الديفولت سيتنج، سبتها زي ما هي، هتوصل لكواليتي ريندر كويسه في وقت ريندر معقول جدا. تمام، هو مظبوط على كده، هو دي الطريقه اللي هو بيشتغل بيها، فهمنا الفكره. هنا اللايت كاش اوبشن بارامترز كتير باوبشنز كتير، هنا هو بس البرسيجن بس وخلاص، فهمنا الفكره. تمام كده. طيب ايه تاني مثلا هنلاقيه سيميلاريتي، او ايه تاني هنلاقي ان هو شبه بعض البرنامجين في زي بعض فيه؟ الديسبليسمنت مثلا، احنا قلنا الديسبليسمنت عشان تشتغل هنا في الفي راي انا بحتاج ان انا اشغل الديسبليسمنت من هنا، في الكورونا بشغلها من الماكس من هنا، ده كده عشان تشتغل. طب بالنسبه بقى للكواليتي بتاعتها، في الكواليتي في الفي راي بخش على السيتنجز، في عندي هنا حاجه اسمها ديفولت ديسبليسمنت، في عندي حاجه اسمها ايدج لينث بالبيكسل. هنا في الكورونا موجوده جوه البرفورمانس برضو في حاجة هنا اسمها displacement، عايز بس افتكر كان مكانها فين. performance اهي موجودة هنا. تمام، هنا ال displacement بتاعتي، quality بتاعتها هنا، الكواليتي بتاعتها موجوده هنا اهي. لاحظوا برضو السكرين سايز بالبيكسل مكتوب 3 بيكسل، هنا الايدج لينث بالبيكسل مكتوب 4. نفس البارامتر برضو يا جماعه بالظبط، في الفي راي اللي كان اسمه ايدج لينث بيتحكم في الكواليتي بتاعت الديسبليسمنت، وكل ما تقلله ده معناه انك بتحسن الديسبليسمنت. هنا هو بالظبط نفس الفكره، حاجه اسمها سكرين سايز بالبيكسل برضو، لاحظوا هنا بالبيكسل بالبيكسل، ده اللي يقول لنا ان هو نفس البارامتر ومعمول 3 قريبه قوي من الاربعه، وبرده كل ما تقلله هتوصل لكواليتي احسن في السيتنجز بتاعت الديسبليسمنت، نفس الفكره بالظبط. بالنسبه للفلتر برده، بالنسبه للريندرنج فلتر، هنا في الفي راي في عندك في الفي راي في حاجه اسمها الايمج فلتر. خلينا نقفل بقى كل ده كده، او نعمل كلوز اول كده، نفتح الايمج فلتر. هنا عندك في الفي راي في حاجه اسمها الايمج فلتر، تقدر انك تختار فلتر. هنا في الكورونا برضو في السيستم في عندك هنا حاجه برضو اسمها الايمج فلتر اهي، موجوده في نفس المكان. الفلتره دي دايما بعمل بيها حاجه من اتنين، يا يعني بعمل بيها شاربنينج، يعني بشاربن اللقطه، بزود الحده بتاعه اللقطه، او ان انا بعمل بلورنج، بزغلل الايدجز وبزغلل او بسموث اللقطه بتاعتي، فهمنا الفكره. الفي راي طبعا في فلاتر مختلفه شويه عن الكورونا، يعني هنا في الفي راي في اريا شارب، كاتمول روم، ميتشل نترافالي، تمام، لانكزوس، سينك بوكس، كل دي. الكورونا طبعا في الفلاتر بتاعته هو، تمام، واللي هنتعلم ان شاء الله نشتغل بيها ازاي اثناء الكورس، بس نفس الكونسبت بالظبط موجود. الايمج فلتر هنا هو بالظبط الايمج فلتر هنا، نفس الكونسبت بالظبط. بعد كده نيجي للديستريبيوتد ريندرنج او الدي ار. هنا في الفي راي برضه خليني كده اقفل كل حاجه، تمام، في عندي هنا الدي ار الديستريبيوتد ريندرنج، اقدر ان انا اشغله وافتح السيتنجز عشان اشوف السيتنجز بتاعت الدي ار. هنا هي بالظبط في الكورونا، هنا افتح الدي ار وهتلاحظوا ان السيتنجز هنا تشبه هنا تقريبا نفس الكونسبت بالظبط، اعمل بس انيبل
واعمل اد للسيرفرات اللي هرندر بيها. هنا نفس الفكره، هقول له اد سيرفر ورندر على طول. الدي ار للناس اللي مش عارفه هو ايه، ده النظام اللي بيخليك تعمل ريندرنج على اكتر من كمبيوتر في نفس الوقت. لو انت عندك مكتب مثلا في نتورك مكونه من 7 أو 8 كمبيوترات، تقدر ان انت في اي وقت تسحب كل الكمبيوترز دي تضيفها كسيرفرز، وتقدر ان انت تعمل ريندر باكتر من كمبيوتر في نفس الوقت، وده بيخلي ريندر السرعه بتاعته عاليه طبعا جدا، لان انت بتاخد الباور والقوه والبروسيسنج باور ورامات وكروت الشاشه بتاعت كل الكمبيوترات تشتغل بيهم في لقطه واحده مع بعض، تمام؟ فده بيخلي الدنيا اسرع جدا، ويخليك انك بدل لما تعمل ريندر مثلا في ساعتين للقطه واحده على كمبيوتر واحد، تجمع 8 9 اجهزه وتخلص اللقطه كلها في 10 دقائق على كمبيوتر واحد باستخدام كل الاجهزه مع بعض. فهنا برضو نفس الكونسبت بالظبط في الفي راي، الدي ار اللي هنا هي بالظبط الدي ار اللي هنا، نفس الكونسبت بالظبط. طيب ايه تاني مثلا موجود غير الدي ار؟ الستامبنج. هنا مثلا انا عندي الفريم ستامب موجود هنا. الفريم ستامب ده بيبقى شويه معلومات بتتكتب تحت اللقطه، زي مثلا وقت الريندر بتاعها قد ايه، زي مقاس الريندر بتاعها قد ايه، زي السيتنجز بتاعت الريندر قد ايه، وهكذا. هنا برضو نفس الكونسبت بالظبط موجود، الريندر ستامب هنا اسمه فريم ستامب، هنا اسمه ريندر ستامب، بس هو نفس الفكره بالظبط. الستامب هنا هو الستامب هنا. زي ما بنقول هنلاقي ان في حاجات كتير قوي موجوده يعني جاهزه على طول من هنا لهنا. يمكن اكتر حاجه موجوده في الفي جي مش موجوده في الكورونا هي الجزء بتاع السيستم ده. الحاجات دي فيما عدا الديستريبيوتد ريندر والفريم ستامب، الجزء ده والجزء ده والجزء ده، دول اللي مش موجودين تقريبا في الكورونا. دي اكتر حاجات هنا مش موجوده في الكورونا. والجزء يعني معظم قائمه سيتنجز عامه اللي موجوده هنا مش موجوده هنا في الكورونا قوي. ده مش معناه ان البارامترز دي مش موجوده في الكورونا، هي موجوده، بس هي دايما بتبقى زي ما بيقولوا كده اندر ذا هود، يعني مستخبيه تحت، تمام؟ فانت مش شايفها، والريندر بيفترضها وبيتعامل بيها اوتوماتيكلي اثناء الريندر، ما بيتعبكش انت فيها وما بيسالكش انت عليها. فهمنا الفكره؟ تمام. طيب كده احنا الحمد لله خدنا اوفر فيو سريع كده ظريف عن الحاجات الموجوده في الفي راي، وموجود زيها بالظبط في الكورونا، واسمائها من هنا لهنا. اعتقد الفيديو ده كان مهم زي ما قلنا، بالذات للناس اللي شغاله في راي بقالها سنين طويله وعايز ان هو يعمل مايجريشن على الكورونا بسرعه. كده انت تقريبا عرفت كل حاجه انت متعود عليها في الفي راي وبتشتغل بيها موجوده فين في الكورونا، وعرفت الفلسفه بتاعت البرنامجين. زي ما قلنا الفي راي دايما بيديك بارامترز كتير فبيتعبك في ظبطها شويه، تمام؟ ولكن الريندر بيبقى اسرع. الكورونا عكس الكلام ده، بيديك بارامترز قليله، تمام؟ فما بيتعبكش في ظبطها قوي، بس الريندر بيبقى ابطا شويه، تمام؟ الفي راي دايما ما بيركزش على التغيير الجلوبال، ان هو يغير المشهد كله، بيغير حته حته وعنصر وعنصر. الكورونا دايما بيغير جلوبال على بعضه، الدنيا على بعضها بتتغير، فبيعلي الكواليتي كل حاجه مع بعضها، كل الماتيريال مع بعضها. طبعا ده لو ناس فاهمه ريندرنج كويس هتعرف ان ده المفروض ان هو يعني من وجهه نظر الفي راي بيعتبر ديس ادفانتج شويه، لان انت بتعلي حاجات ممكن تكون هي اصلا وصلت لكواليتي مظبوط. لما اعلي كل الماتيريالز مع بعض، طب ما هي ممكن تكون في ماتيريال اصلا انا مش عايز اعليها فيهم، انا ممكن اكون عايز اعلي ماتيريال معينه في حد ذاتها. فهمنا الفكره؟ بس هو ده الفلسفي اللي الكورونا بيشتغل بيها، تمام؟ بالتوفيق ان شاء الله، وتعالوا نبدا نقارن في الفيديو اللي جاي ان شاء الله ما بين الماتيريالز. نبدا نتكلم شويه على الماتيريالز ان ديبث شويه، نشوف ايه الفروقات الاساسيه ما بين ماتيريال في راي وما بين الماتيريال بتاعت الكورونا.